وكانوا الناس بترجع للفار سواء ليا او ضدي. ايه الفرق ما بين الفار اللي بره والفار اللي جوه؟ نشوف مع كابتن ناصر عباس، طبعا واحد من افضل واهم الحكام في مصر خلال العشرين سنه الاخيره الحقيقه، ومحلل طبعا موجود معانا هنا في قناه النادي الاهلي. كابتن ناصر، ازي حضرتك يا فندم؟ تحياتي لحضرتك كابتن اسلام، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. كابتن ناصر، قبل بس ما ابدا سؤالي لحضرتك، هو ايه، هل هناك فارق ما بين تطبيق تقنيه الفار في اوروبا او في افريقيا، ولا هو المفروض بروتوكول واحد بنمشي عليه؟ طب خلينا ناخد من حضرتك كلمه مهمه جدا يا كابتن اسلام. معلش يا كابتن، بعد اذنك ممكن تقول لي بس هل ده الاول في فرق، ولا هو بروتوكول واحد بنمشي عليه؟ كابتن، البروتوكول الفار مفترض ان هو واحد على جميع الانديه. اشكرك يا كابتن. الاهليه والقاريه. اشكرك يا كابتن. حضرتك بقى اتفضل، يعني ايه، انا عايز حضرتك تقول لي التفاصيل، كل تفاصيل هذا الموضوع، علشان جمهور النادي الاهلي وهو قاعد، اصل احنا جمهورنا يعني جمهور بيعرف يفكر كويس جدا، وعارف الكلام اللي حضرتك هتقوله ده بتفاصيله، لما توصل له هيعرف قد ايه ان احنا كنا هناك امور لم تحدث خلال الفتره اللي فاتت. يا رب يا رب، او نتمنى ان هي تحدث خلال الفتره اللي جايه. اتفضل يا كابتن. كابتن اسلام، انا هاخد من حضرتك كلمه مهمه جدا. اتفضل يا فندم. بتتكلم عن المصلحه العامه وليس المصلحه الخاصه. بالظبط. ودي نقطه مهمه جدا يجب ان الكل ينظر اليها. هدف موجود في قناه النادي الاهلي، ما بتتكلمش عن النادي الاهلي فقط، بتتكلم على المصلحه العامه اللي بتبقى بتعود بالفائده على الانديه كلها. وده اللي احنا بنتكلم فيه، المصلحه العامه اللي هي ازاي نطور الكره، وازاي نطور الفار، وازاي تبقى مظبوط يا كابتن، لان احنا هنا بنتكلم عن عداله لكل ال 18 فريق، مش للنادي النادي الاهلي طبعا اتمنى على طول، لكن انا عايز العداله دي لل 18 فريق اللي بيلعبوا في الدوري الممتاز والدرجه الثانيه والثالثه والرابعه كمان. دي حاجه من اهم الحاجات يا كابتن اسلام اللي قلتها في البدايه، وانا مستمتع بيها جدا. ليه؟ احنا بنوصل رساله للكل ان النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي مش بس للنادي الاهلي، ولكن لشرح الثقافه التحكيميه على مستوى الانديه كلها. ايوه فهمت. بنحط النقاط المهمه والايجابيه، ازاي نطور الكره، وازاي يبقى عندنا تحكيم على اعلى مستوى، وازاي يبقى عندنا تقنيه الفار بتطبق زي ما بتطبق في كل بلاد العالم. بس احنا متفقين يا كابتن ناصر ان هو بروتوكول واحد هو اللي بيتطبق في اوروبا، هو اللي بيطبق في افريقيا، هو اللي بيطبق في اسيا، هو اللي بيطبق في مصر، هو اللي بيطبق في البرتغال، هو بروتوكول واحد. بالظبط كابتن اسلام، ودي ما فيش فيها فصال، وانا بتكلم كلام بشكل علمي جدا. اتفضل يا كابتن. وبشكل صالح نتكلم في البدايه كابتن اسلام. معلش يا كابتن، سؤالي، هل احنا عندنا في تقنيه الفار تطبيق نظام خط المرمى، تكنولوجيا خط المرمى، ولا لا؟ لا توجد عندنا تكنولوجيا اللي هو الجول لاين تكنولوجي، مش موجود في التقنيه عندنا، ودي اهم حاجه عندنا لما طبقنا يا كابتن اسلام، ما كانتش موجوده عندنا اللي هي تكنولوجيا خط المرمى. واحده من اهم الامور اللي بتحسم هدف من عدمه. أيوة. زي ما قلت ان لما تبقى موجوده بتريح الكل. صح. لو عندي الحكم ما شافش، لو المساعد ما شافش، لو الفار ما عندوش اللقطه، هنا بتدي اشاره في خلال ثانيه لساعة الحكم بتقول له من فضلك هنا الهدف الكرة عبرت، وبالتالي هنا ما بنشوفش ابدا اي جدال، بنلاقي ان الحكم بيحتسب الهدف في خلال ثانية واحدة. دي مش موجودة عندنا في نظام الفار اللي موجود في مصر. دي مش موجودة عندنا في نظام الفار اللي موجود في مصر، لا ده انا في اكبر من كده بقى يا كابتن. اتفضل يا فندم، اتفضل. طيب هرجع لنقطة مهمة جدا يا كابتن اسلام. الكلام ده مش انا اللي بقوله ولا حد بيقوله، الكلام ده طلع من اتحاد الكره طبعا، والمسؤولين طلعوا لما جم اللجنه الثلاثيه شافت ان الشركه المتعاقده طبقا للعقد اللي كان موجود كان هناك في بعض الشروط ما تمش الموافقه عليها او ما تنفذتش من خلال الشركه المنفذه. تمام. هم قعدوا مع بعض وحاولوا يوصلوا لاتفاق وكملنا زي ما احنا. دي نمره اتنين. نمره ثلاثه بروتوكول بقى يا كابتن، يعني مهم جدا البروتوكول يا كابتن. البروتوكول نمره واحد. الناس بتزعل من الكلام اللي انا بقوله للاسف، ولكن هي دي الحقيقه يا كابتن اسلام من فضلك. فضل. هي دي الحقيقه، الناس بتزعل. احنا متفقين يا كابتن اسلام، حضرتك حكم دولي كبير، حكم دولي كبير يا كابتن اسلام، وانت ليك بقى في الاتحادات الافريقيه والاتحادات الدوليه، لما تيجي يلعب معاك ناصر عباس وهو حكم لسه مبتدئ، سؤال وانا على الفار،
هل هنا هيبقى فيه الخبرات متكامله بيني وبينك؟ لا. هل انا النهارده كحكم دولي اسلام الشاطر النهارده لما تيجي تقول لي معلومه في الكوميونيكيشن سيستم انا النهارده هبقى واثق فيها قوي؟ لا. ولا هبقى قلقان؟ هبقى قلقان. دي في البدايه المشكله. ليه يا كابتن اسلام؟ ما حدش زعل مني من الكلام ده، انا بقوله احنا في الاختيار في البدايه تم اختيار الحكام اللي هم ما عندهمش الخبره، اللي هم يعني تقريبا ما حدش فيهم لعب يمكن مباراه واحده في الدوري الممتاز وحطوا على تقنيه الفار. تمام. على الرغم لما نرجع للبروتوكول بنقول حاجه مهمه هقولها لك ويمكن ناس كتير ما تعرفهاش. قال لك انت من الممكن انك انت تجيب حكام عاملين او حكام متقاعدين، متقاعدين يعني رجل ممكن متقاعدين. تمام. تجيبه من فضلك ما عندناش مشكله تجيبه وتحطه على تقنيه الفار. ليه؟ لان بيبقى عنده الشخصيه التحكيميه موجود. ايوه. عنده الخبرات المتراكمه، عنده ان هو حكم مباراه في ميدان اللعب، يقدر يوصل لك ويفسر لك ويشرح لك اللعبه بشكل علمي وبشكل طبقا للقانون وثقافه القانون وشرح القانون لكابتن اسلام. تمام. ولكن دي نقطه مهمه، اختيار الحكام تقريبا كان من الحكام الصاعدين اللي هم ما عندهمش الخبره، اللي النهارده تقريبا بيحصل منهم مشاكل. على سبيل المثال ومش هقول حاجه، في ماتش غزل المحله والنادي الاهلي وكان حكم الفار السيد شعبان. اتحاد الكره وقفه تقريبا من شهرين لثلاث اشهر. السؤال هو وقفه ليه؟ هو حكم ما فيش مشكله، بس حكم من الحكام الصغيرين. كان هناك لجنه جزاء صحيحه مليون بالميه لمحمد هاني، وكان هناك بطاقه حمراء كان يجب ان هو يستدعي الحكم فيها محمد معروف ويقول انه في بطاقه حمراء طبقا لمعايير الفرصه المحققه لتسجيل الهدف. الكلام ده ما حصلش، النادي الاهلي خسر ثلاث نقاط. طيب. بسبب حكم حلو عالفار ما عندوش الخبره. حلو جدا يا كابتن، لان حضرتك شرحت، انا شفت حضرتك وانت بتشرح الكلام ده بعد الاستوديو التحليلي في مباراه طلائع الجيش، ولكن برضو مهم جدا تقول لنا التطبيق بروتوكول الفار في مصر. طيب. خلال الفتره، وبما انك راجل من الخبرات الكبيره جدا اللي موجوده في مصر في عالم التحكيم، بفضل حضرتك قول لنا هل بيتم تطبيق البروتوكول بشكل نبقى راضيين عليه حتى لو بنسبه 90 95%، على الرغم من ان انا بشوف ان لا لازم يبقى 100%. هقول لك على حاجه مهمه كابتن اسلام. أيوة. يا ريت بقى يعني الناس كلها تشوف تسمع الكلام ده. هو نتكلم على الدوريات الخمسه الكبرى اللي هو يعتبر الدوري الانجليزي من افضل الدوريات اللي موجوده، صح ولا مش صح؟ مظبوط. النهارده الدوري الانجليزي طبق التقنيه اوف لاين، اوف لاين مش اون لاين. سنه تقريبا. انت يعني عارف قد ايه ان الدوري الانجليزي قبل ما يطبق التقنيه يشتغلوا تقريبا يا كابتن اسلام اوف لاين. اوف لاين يعني ايه؟ ان الماتش ده بيتلعب عادي وفي اوف لاين في ناس بتبقى موجوده على الفار، وفي حكم بيبقى خارج الملعب خالص بيتواصلوا معاه عشان يدربوا الحكام بشكل لما يجي يطبقوا اونلاين يبقى عنده الخبره الكبيرة. والحكم الرسمي شغال موجود عادي، مفيش مشكله، ملوش علاقه بالفار، الرسمي شغال. اوكي. ودولت اوف لاين شغالين لمده سنه كامله. الاتحاد الانجليزي بيطبق اوف لاين عشان يقدر يوصل لدرجه القناعات او درجه تقليل الاخطاء. دي حاجه دي مهمه جدا الكثير ما يعرفوهاش. تمام. انا النهارده طبقت الفار وانا عندي بالظبط اسبوعين الحكام اتدربوا فيهم. هتقول لي ده معاهم الرخصه يا سيدي؟ والله انا ما قلتش لا يا سيدي، انت معاك الرخصه بس ما بتعرفش تسوق. ما هو ممكن يكون معاه واحد رخصه يا كابتن اسلام وانا ما عنديش فن القياده. عشان يبقى عندي فن القياده يبقى انا اتدربت على عدد ساعات على الاقل اقدر من خلالها اشتغل في تقنيه الفار. معاك الرخصه؟ معاك الرخصه وخدت الرخصه، ولكن التدريب لم يكن كافيا بالدرجه اللي يقدر الحكام من خلالها يديروا مباريات خاصه دي تكنولوجيا. تمام. على الحكام اللي بعد كده يا كابتن. اتفضل يا كابتن. انا النهارده يا كابتن اسلام بتقول لي الصوره بتروح مش واضحه. انا عندي ست كاميرات موجودين بالظبط في الملعب. هذه الكاميرات مع احترامي واحنا بنتكلم ازاي نوضع خطه نطور بيها الكره المصريه. هذه الكاميرات تقريبا مش اتش دي يا كابتن اسلام. هي اس دي، يعني عندنا الاس دي. اعتقد ان احنا برضو يجب ان احنا نزود عدد الكاميرات يا كابتن، يعني اعتقد ان الجوده. الجوده ونزود عدد الكاميرات. واحد. ماشي. الجوده ليه؟ انا كفار اسلام الشاطر قاعد على الفار بيجي لك الصوره تقريبا مش واضحه تماما نتيجه ان الكاميرا دقه ووضوح الكاميرا مش موجود. دي حاجه. الحاجه الثانيه بنتكلم في عدد الكاميرات، ست كاميرات ابدا عمرهم ما هيكفوا ابدا ان هم يغطوا الحالات التحكيميه اللي ممكن اجيب الحكم فيها من كذا زاويه. للاسف انت بتجيب الحكم من زاويه واحده. وللاسف بتجيب الحكم مش صوره واضحه. انا بتكلم معاك بامانه، لو احنا عاوزين نعمل تقنيه بشكل مهم اتفضل. يبقى انا عندي جوده الكاميرا نمره واحد،
نمره 2 عدد الكاميرات المفترض زياده عدد الكاميرات 10 كاميرات في الملعب. ليه؟ حاله زي حاله الهدف اللي جه النادي الاهلي. نعم. لو انا النهارده عندي ما عنديش تكنولوجيا خط المرمى، يبقى عندي على الاقل كاميرا على خط المرمى، دي توضح بشكل كبير جدا وتساعد الحكام في انهم ياخدوا القرار الصحيح. دي تمام. مش موجوده للاسف. تمام. يبقى اذا احنا بنتكلم في اولا ان احنا نجيب تقنيه خط المرمى، دي نمره 1، نمره 2 زياده عدد الكاميرات، نمره 3 جوده الكاميرات نفسها او جوده التصوير نفسه والتوزيع الجيد داخل الملعب، نمره 4 التدريب الجيد لحكام الفار ووضع حكام يتناسبوا مع قيمه الدوري المصري خلال الفتره اللي جايه. ممتاز يا كابتن اسلام. نقطه صغيره هقولها. اتفضل. لو احنا عاوزين برضك من خلال قناه الاهلي تتكلم في المصلحه العامه. الله يخليك، في حته الاخراج مهمه جدا ان احنا نجيب اللقطه الواضحه اللي هي ان وضعتها للفار عشان ياخد بيها قرار. يعني أيوة. برضك احنا محتاجين المخرجين مع احترامي كلهم على مستوى عالي وفوق دماغنا من فوق، يبقى برضك يبقى مزيد من التدريب. تمام. عشان يبقى برضك هم فاهمين الحالات اللي هي امتى تيجي وامتى ما تجيش. تمام. دي فيما يخص كابتن اسلام ازاي نطور ادائنا وازاي نقلل من اخطائنا التحكيميه خلال الفتره اللي جايه او خلال الموسم اللي جاي ان شاء الله. أنا بشكرك يا كابتن ناصر على وجودك معانا وعلى كل هذه المعلومات الرائعة الحقيقة، لأنه في النهاية زي ما أنا قلت لحضراتكم الموضوع بسيط جدا جدا جدا. ما عنديش مشكلة إن أنا لا قدر الله أخسر، عندي مشكلة يعني، ولكن أقصد إن أنا هبقى متضايق وزعلان وكل حاجة، ولكن في نفس الوقت حضرتك إديني عدالة تحكيمية، إديني جودة صورة جيدة، حط لي أوبشن بتاع خط المرمى، حط لي عدد كاميرات ازيد، وبعد كده نبقى نتكلم بقى في قصه نبارك ما نباركش، نتكلم ما نتكلمش، نبرر ما نبررش، نعمل ما نعملش. ما هو في النهايه بعد كل الكلام اللي احنا سامعينه ده اعتقد ان الامور يجب ان تكون واضحه للجميع.